لا هاتي شو هاد؟ هلأ كلياتهم رح يعرفوا الحقيقة، بكفي حاجة تكذب. والتمثيل تبعك خليه لبعدين أحسن لك، لأنه أنت صدقني بعد شوي رح تنكشف قدام كل العيلة. مرحبا. أهلين دكتور. وسهلا. شو صار؟ شبك مصدوم وواقف وما عم تحكي شي، لا تضل هيك ساكت، مانك شايفنا متوترين؟ لو سمحت يلا احكي، شو طلعت نتيجة الفحص؟ دكتور، يلا خبرنا، شو طلعت نتيجة الفحص؟ طلعت نتيجة الفحص سلبية. ما في أي أثر للممنوعات بدمه. شكراً لك دكتور. العفو. بتشكرك دكتور، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أنا رح وصلك على الباب. طيب. تفضل دكتور. مع السلامة. بنتي ماتري، أشيش رفيقك المقرب، والصداقة لازم تكون مبنية على الثقة. كوني أمه لأشيش أنا ما بشك فيه بالمرة، على الأقل كان فيكي تحترمي مشاعري. اسمعيني خالتي، بصراحة كنت بدي أتأكد وأقتنع بالكلام اللي قاله، بس أنا خلص مانا مشكلة، لا تاكلي هم متري، كل شخص ممكن يغلط أحيانا، وعادي متري تغلط، انسوا القصة، يلا امشوا، كل واحد يرجع على شغله. يلا ناندو، انتي كمان مقتنعة؟ خلص ماتري، بعرف انك خايفة وقلقانة علي انا وآشيش كتير. بس يا رفيقتي ما في داعي انك تقلقي علينا. تعرفي شو؟ الزوجة مستحيل ما تميز زوجة، انا متأكدة انه هاد زوجي آشيش. ناندو، تحليل الجينات.